Is away, so afraid, all alone. They want her, don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. There's something came creeping. It told her, don't you worry, girl. I know everywhere I go. Never was around, never I leave now. You know everything we've been dreaming of. Just let me مريم. نعم يا ماما، عمتك في الطريق. هتيجي تسيب هنا ياسين ولا تلعبوا سوا؟ ليه؟ عشان انا وهي خارجين. يا ربي، ايه يا مريم؟ في ايه يا ماما؟ ما حضرتك اقعدي معايا. لا يا مريم، عشان انا خارجه مع عمتك ساره. طب خدوا ياسين، انا هقعد هنا لوحدي. خدوا ياسين، انا مش محتاجه حد يقعد معايا. ما ينفعش، عيب. يا ماما هقول لك على فكره احلى. طيب ايه رايك كل واحد يقعد في بيته، ياسين يقعد في بيته وانا هقعد في بيتي. بس يا مريم بقى، عشان هما جايين. خلاص، هو ده اللي حصل وانا وهي اتفقنا. اتفقتوا ليه من غير ما تقولوا لنا؟ طيب هو ايه من غير ما تقولوا لنا؟ اقعدي بقى. من امتى؟ حاضر يا ماما، مستنياه. شطه، ما تعملش شقاوه. ماشي يا ماما. وانا ما بعملش شقاوه اصلا. بس اهلا يا ساره. اهلا اهلا، عامله ايه؟ اهلا يا ياسين. اهلا يا طنط. عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله. تردي كده ليه يا ابني؟ ارد ازاي يعني؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. طيب ياسين، خلاص مش مشكله. يلا ادخل اقعد مع مريم جوه وانا وساره نازلين. ماشي، مع السلامه يا ماما. اهلا مريم. مع السلامه يا ياسين. يلا تعالي عشان احنا متاخرين قوي. ماشي يلا. اهلا مريم. يا ربي، هو انت ايه اللي جايبك؟ ما تتحدى في بيتكو. ايه اللي جايبك عندي بجد؟ على فكره انت مقفوره قوي. انا هنا اجي براحتي وامشي براحتي، كلها عمارتنا. ما هو انت تحتيه يعني. انا لو انا محتاجه انزل انزل يا بيتك. يا بقولك ايه بقى بجد، انا ممكن على فكره. ماما ماشي. يوه، كنت اقولها ممكن اجيب ماري جانا ونقها احسن يقعدوا معايا احسن منك. انت تنزل بيتك ولا تروح عند عمر؟ لا، جات لي فكره احلى. انا امبارح نزلت لعبه رعب كده في البيت بتاعي، في التليفون بتاعي، وحلوه قوي. فانت هاتي جانا ونقها ونلعبها سوا. اوكي ماشي. ايه لعبه الرعب دي؟ وريهاني. لا لا لا، لمي. وانا اصلا ما فتحتهاش امبارح، نزلتها وقلت بكره عشان ماما خارجه وكده، فانا عارف من امبارح يعني، وعارف ان انا هاجي هنا من امبارح، فقلت خلاص هنلعبها سوا انا وانتي، وممكن نجيب جنى ونوها كمان. طيب ماشي، روحي تسيبيهم بقى. طيب يلا، انا اتاكدت ان اللعبه شغاله. فتحتها؟ لا طبعا. طيب، وانا اتصلت بيهم وهما جايين. اهلا، احنا جينا. اهلا اهلا. هي بقى قلتولي هتعملوا تحدي ايه؟ هي جبتونا ليه؟ هنعمل لعبة. اوه، ما احنا قلنا لجنى. ماشي، ما قلتليش يعني. عشان انت كنت نايمة وكده، فقلت لك اعمل لك مفاجأة. طيب ما علينا. بصي يا نهى، احنا هنلعب لعبة رعب كده، ياسين هو اللي مختارها. وريها لي كده. لا اوعي. ايه ده؟ مش اوعي. مش اوعي، انا ما اعرفش. المهم هنبدا الفيديو. ايه بقى؟ ابدا الفيديو. ايوه ابدا الفيديو. ده انت قلود. انت القلودة. انت انا اصلا فاكراكوا بادئينه من زمان. طب يلا بينا. فيديو جديد. والنهارده الفيديو هيكون عن تحدي. بس يا مالي، النهارده الفيديو هيكون عن ده. انا هقتلك بعد ما نخلص. هنلعب لعبه من عند ياسين. اسم اللعبه يعني هورور كلاون. ايوه، واحنا دلوقتي هنلعبها طبعا. فقبل ما نبدا الفيديو، هو قالك كنت واقفه هنا ولا ايه؟ قبل ما نبدا الفيديو، خلاص اعمل لايك وشير وسبسكرايب ودوس على جرس امبارح عشان تصل لكل فيديو احنا بننزله. بس كده يلا يلا نبدا. اوكي يلا نبدا. انا هقعد في النص. هقف. دخلتني جوه. ايه ده؟ انا معرفش. تعالي، ما فيش حد بيفضل يعمل كده. اقعدي. اوعي، مش عليا، دخلي. طيب انتوا اللي جايبين كنبه قد كده يعني؟ اوف، تعالوا البسين. استني، يلا نفتح اللعبه. اوكي يلا نبدا. هنفتح شابتر 1 طبعا، عشان تفتح لنا شابتر 2 بعدها. ايوه، بس احنا هنا في الاسترخاء وشبح وطفل. بس احنا اصلا لو عرفنا نعمل الاولانيه
لا ده دي هي عارفة في الأول هو ياسين بيقول هندخل شطر 2 1، فأنا بقوله لو عرفنا نعمل الأولانية. هنا الاسترخاء اللي هي المهرج لا يمكنه رؤيتك، وهنا لا يمكن للمهرج رؤيتك. لا احنا مش عايزين كده. وهنا يتحرك المهرج ببطء يطاردك لفترة قصيرة ولا انت مش مهمة كده يعني. فاحنا هنختار اني يعني دوستي ايه بيقول لنا بسم الله فتحنا الاوضه وربنا احنا عندنا ثلاث يا لهوي دم اول ما اولها كده دم اولها ايه ده طيب امشوا طيب امشوا اصبري طيب اصبري نشوف الاوضه اصبري خلينا نفتح الدرج الاول مفيش حاجه في الدرج ده ايوه يا لهوي انا خايفه انتوا ايه هو لا انا خايفه جدا هو بيخوف بس احنا ايه ده احنا معانا ثلاث قلوب بس ثلاث قلوب قلت كده ايوه اهو الان خالص يبقى ثلاث ايام اه يبقى ثلاث ايام لو خسرنا معنا خلاص. اما نقرا الورق خريطة المنزل خدها في حالة احتياجك لا اخرج من هنا لا تبحث عني رسمت ذك مثل اللعبة يأكل مخاوفنا يوما بعد يوم للمعلومات حبسنا في هذا المنزل وطاردنا قد توفيت تم اختطافي من قبل التكنولوجيا بيل عندما تقرأ هذه الرسالة ربما اكون ايه ايه ده يبقى حد هنا كان إيه موجود هنا ومات اكيد ايوه مكتوب هو دي ايه بس دي خريطه دي خريطه اكيد هو اللي حاططها لقد اتصلت للتو خريطه هاي الخريطه هاي ندوس عليها تعرفي في الدولاب الاول ماشي احنا في الاوضه دي بيقول لنا اكس هنا ليه احنا في الاوضه دي اهي اه ماشي الاحمر ده احنا الاحمر احنا لو طلعنا كده ماشي في مطبخ ايه ده ايه الكلمه دي ايه الكلمه الاحمر دوت المطبخ الاوضه اللي في النص دي الطعام تناول غرفه الطعام طعام غرفة الطعام لا المطبخ جنبنا والطابق العلوي وتحت المكتبة ماشي احنا كده عرفنا ولو عايزين نعمل اي حاجة عرفنا في ورقة على الكرسي ايه كمية الورقة استعادة الكهرباء الفيوز في المطبخ اعصر على اوكي مش موجودة بقية الكلام ماشي ماشي خلاص ماشي هو بيقول لك في هنا اشعار اهو بيقول اثر على صمامات في المطبخ لاستعاده الكهرباء ماشي. نفس الكلمه اللي في الورقه تقريبا ايوه فهو بيقول لك روح للمطبخ وخلاص استني نفتح الدولاب يمكن طيب ممكن يبقى في حاجه مفيش حاجه وانتوا هتخرجوا من الاوضه هنخرج بس يعني انا خايفه اصلا بسم الله بس قدامك اوكي انا خايفه قوي الصراحه بسم الله استني ما هو في المطبخ المطبخ من الناحيه الثانيه في الخريطه المطبخ من الناحيه الثانيه ايوه ماشي خلاص قدامك الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه ايوه الناحيه الثانيه دي الاوضه اللي احنا فيها ايوه هو كده صح اهو هو ده اكيد المطبخ استنى بس اتاكد ايوه هو نفتح يا لهوي المطبخ ده الثلاجه الدراس مقطوعه 2 ايه ده هو ايه هو ده ممكن يكون الراجل اللي هو كان مخطوف قبلنا ممكن بس انا خايفه قوي لعبه رعب قوي ياسين انت متخلف ايه اللي خلاك تجيب اللعبه ده ايه مش هو ايوه 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 السكينه بقى السكينه اكيد في المطبخ الاول دي نعرف نحطها فين خليكي ايه ده ايوه اهي ايوه دي زيها النور اشتغل واو نجح ايوه لا كده اتفتح اهو بصي الانوار اتفتحت ايوه استني كده واحنا كده في المطبخ ماشي ايوه احنا في المطبخ فين بقى السكينه اكيد في الادراج بقى ماشي جربي تفتحي اهو ايوه اهي والله يا جماعه احنا يعني لسه اول مره نلعبها ايوه اعصر على الاسعافات الاوليه طيب استنوا انا عايز اسال سؤال هو ازاي احنا عندنا ثلاث لوب والوحشه لغايه دلوقتي ما جاش هايدي يعني ما اعرفش بابا احكي لها يجننا يعني بعدين انت بتنقي فيها بيقول لنا دوار بقى على بتاعه الاسعاف فانا خايفه ايه دلوقتي حالا يزنقنا دلوقتي يعني لا في مخارج اهي في بابا اهو في بابا اهي بس ربنا يا رب ما يجيش بس إيه ايوه المفروض نروح فين ده دلوقتي فين ده دلوقتي مكتوب اعصر على الاسعافات الاوليه خلاص اكيد مش هتبقى في المطبخ يعني ممكن تبقى في المطبخ احنا شرفنا يعني ما دي حاجه الدكتور يعني عادي يعني على اساس ان بتاعه الكهرباء في المطبخ ليه عشان الكهرباء اصلا في المطبخ الدرج ده كتير في الثلاجه يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انا خايف وانا خايفه انا خايفه قوي انا خايفه الوحش يطلع لنا كده فجاه يقوم هو ما دام لقينا حاجتين كده بالسهل يعني بقيت الحاجات اكيد مش هتبقى سهله قوي
أعمى. ده طلع فجأة ده. ده أعمى ده ولا إيه؟ بسم الله. ما تروحش وراه. مش هروح وراه طبعا، أنا همشي الناحية التانية خالص. ماشي. هو أصلا تقريبا جه من الأوضة دي يعني، بس هو ما فتحهاش. اجري 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 اجري. خايفة يبقى ورانا. وأنا خايفة يبقى ورانا. الحمد لله بعيد. بعيد. الأوضة دي ممكن تبقى ورانا. هو ده إيه ده فار ده ولا إيه؟ أيوه بس هو إزاي دخلت؟ طب اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب. الحمد لله كده. كده خلاص. خلينا ندخل خلينا ندخل أي أوضة. ده المطبخ تاني. لا ده المطبخ تاني. جنب المطبخ، احنا مش عايزين المطبخ خالص. انا خايفة. دخلونا أي أوضة. شوفوا في الخريطة احنا نروح فين طيب؟ مش هينفع نطلع الخريطة دلوقتي. يبقى الدم ده. يا جماعة الدم ده ما كانش موجود ولا حاجة. أيوة. لا ما كانش موجود. خلاص امشي ورا كده. لا طبعا. احنا مش شفناش خالص. امشي ورا وخلاص. اوعي تدخلي الأوضة. ادخلي يا بنتي. لا اوعي. ايه هدخل. الباب مغلق. احتاج إلى العصورة والمفتاح. طيب طيب الحمد لله احسن انت لكم الخروج. قال ايه عايز طيب ايه الاوضه فيها دم؟ ايه ده يا ماما؟ بقى دم برضو. لا 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 ياسين اطلع. طيب لا ادخلي ادخلي ياسين اطلع. ياسين ايوه اطلع. ايوه اطلع. في حد جوه. ايه يا لهوي في حد مين؟ ايوه انا خايفه. ايه ده ايه ده ده حد ده بوليس. انا لا 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 امشي امشي. ايه المنظر ده؟ لا يا ده شكله مش اي ده منظر بشع. في ورقه هنا تعالي كده يا من غير ما بس ايوه مش لازم نشوف. درب من الدم اتبع اتبع الدم. خلاص اتبعي نعمل ايه؟ ما احنا تابعين الدم اهو. احنا اهو اتبعوا. امشي بقى يعني امشي وراه امشي وراه. لا 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 ما تروحش بس نجيبه. ايوه يا وائل نجيبه. امشي افتحي افتحي ده كمان. لا القرف ده انا ما اعرفش يعني في حاجه ما ان احنا نمشي ورا الدم. ايوه خلاص بجد. وبعدين الكنبه دي واقعه. ايه ده انا ما اعرفش هي دي اوضه نوم دي ولا كنبه ولا ايه ولا ايه ده ايه طب تحت السرير ما احنا مش عايزين نستخبى. ايوه ولا نحل المنظر وخلاص. انا عارفه ايه الشدي ده احنا قتلناه. ايه ده ايه ده ايوه قوي. مش هنفضل كده هنفضل مسكينه. لازم بقى نجيب الاسعاف عشان نعالجه اكيد. اه ايوه صح يحتاج اسعافات اوليه. ماشي اوف احنا نفضل بس كده. العنكبوت ده بجد انا معرفش ما ينفعش نسيبه. هو عنكبوت خلاص اكيد علامه الشرطه. لا هو عنكبوت تتحول لانسان. لا مش هيك. ايوه وازاي بس عنكبوت تتحول لانسان؟ ايوه ما تبصيش على المنظر بجد مقرف قوي قوي. انا هبص على انا هبص على اللعبه. افتحوا الباب. امشوا يطلع لنا. امشوا امشي. يا لهوي احنا ايه اللي خلانا نلعب لعبه زي دي بسبب ياسين؟ جاي 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 اجري اجري بسرعه اكيد جاي ورانا احنا مش شايفين. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب ما يجيش ورانا. ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ انا بلف ابص عليه. ادخلي المطبخ ادخلي المطبخ ادخلي المطبخ. مش ده المطبخ؟ لا ده مش هو المطبخ الايمن القرب من الاوضه دي بتهيالي. اول ما تشوفه كده طيب بصي قدامك. ايوه هو ده المطبخ. ايوه الحمد لله. لا ده مش المطبخ دي الاوضه بتاعت اللي هي الاكل. ايوه هي جنبها المطبخ. لا لا المطبخ عكسها خالص. انا خايف قوي. انا خايف. ادخلي 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 افتح. ايوه هو ده المطبخ. ايوه هو ده المطبخ. مطبخ امان. امان ايه ده؟ هو اول منظر شفناه فيه كان هي فيه كان هي اطلعي من هنا 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 اطلعي. هو اصلا مش شفناه. انا خايفه والله خايفه. هيطلع لنا العنكبوت اللي احنا ماسكينه ده رخم قوي قوي. ومش لاقيين بتاعه الاسعافات الاوليه دي. ايوه تعالى ندور هنا. طيب ما هو ده المكان اللي احنا فيه. البيت كله شبه بعض اصلا والبابان كلها شبه بعض يعني مش هنعرف احنا دخلناه قبل كده ولا لا. ادخلي هنا. يا نهار ازرق. اطلعي 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 اطلعي. انتي داخله كده بيلف هنا. طب مقفول مقفول اصلا. اطلعي 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 اطلعي. الحمد لله اطلعي. هو ال انا خايفه يطلع لنا كده في الشارع. مقفول كده لانه مفتوح. لا ده شباك. انا افتكرت ده بس دوت. دخلناه دخلناه مش كده ولا ايه؟ راجعين هو مقفول. ما هو راجعين هو زمانه اتحرك اصلا. باب ده مقفول. امشي دور تاني. نطلع فوق. مش خوف قوي. اه اول ما اسمع قلبين. ايه ده كده رجع. هو كده احنا هنتعامل.
اوكي احنا كده في اليوم التاني الحمد لله في حاجاتنا موجوده وفي نفس المكان الحمد لله. برضه هيطلع يلا بقى. اوكي ايه ده في ايدي؟ هاتيها هاتيها هاتيها. ايه ده ممكن هتعرف الباب؟ الحمد لله بتاع الباب اللي كان فيه عليه خشب. اكيد نرجع له ولا ايه يا الست دي؟ معرفش شكلها كده. المناظر وحشه قوي في اللعبه دي. في سلم تاني ده ولا ايه؟ استني استني في دراج هنا ولا ايه؟ اوعى تقعد الدراج فاضيه. ادخلي الاوضه دي. ايوه عايزين نعرف برضو حمام. ده الحمام. حمام تمام تمام. ايه ده؟ الله حمام ده كبريت. اه كبريت مش كبريت. وافتحي دي كده ممكن تبقى فيها الاسعافات الاوليه على فكره. ايوه ايوه ايه ده؟ عينيها بيقول لنا بقى روح انقذ الشرطي. احنا نرجع بقى للشرطي ده ازاي؟ الله اعلم. الشرطي شكله اسم مهم. انزلي انزلي ننزل من السلم نطلع كده ننزل نبقى نطلع تاني بعدين. احنا ازاي فين السلم؟ انا خايفه يجي لنا فجاه يقوم مخوفنا تاني ويبقى ناقصنا قلب واحد. ما هو ساعتها بقى يعني هنحاول نهرب منه. ايوه بعدين ناخد بالنا. الماء هو ده الباب ده؟ ادخلي كده. لا دي اوضه. دي اوضه تانية اصلا خالص. يا نهار ازرق اطلعي مالناش دعوه دلوقتي. عايزين يخرب بيته بقى ناقصنا قلب واحد. هو بقى يا جماعه بقى ناقصنا قلب واحد ومت خلاص. انا عايزه اقول لك حتى منقذ الضابط. اه لا لسه لسه في فاضل لنا يوم واحد. كنت حتى عايز منقذ الشرطي ده. طب بسم الله احنا ناخد بالنا المره دي. ده ايه ده؟ مش هنا الشرطي يعني الضابط. انا اسمه بوليس. هو ازاي مات ده بوليس؟ ما انت مش شايفه العنكبوت اللي كان بياكل فيه عندي ازاي؟ ايوه هو ازاي اصلا عنكبوت بياكل؟ ما انت يعني ما لا متخلفة. ايوه هو ده هو ده. ايوه يلا روح بقى ساعده. اتفضل 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 اتفضل. ايش بقى وساعدنا ايش ساعدنا عارفين. ايه ده؟ شكرا شكرا. ايش استغربت ليه؟ ايوه ايه ده؟ شكرا لانقاذي. ابحث عن صديقتي. هل اي ترى اي فتيات هنا؟ ده اللي بيتكلم. احدى انا مش شايفه من الاعلان اللي هي لاحقق بعض الحالات الاختفاء الاخيره ولدي مشكله مع هذا الوحش. يجب ان تغادر. لا ارى ما شفتش. احتاج ان اجد صديقاتي قبل فوات الاعلان. ربما هي في خطر. ده بينقذ صاحبته وده ظابط كان بيدور على الناس مفقوده. حسنا كن حذرا. خذ مفتاح المكتبه هذا ربما ستجد شيء مفيدا هناك. مكتبه. ايوه المكتبه. يبقى هنروح للمكتبه. اوكي هنفتح الباب. خدنا منه مفتاح المكتبه. اوكي يا شكرا. شكله وحش قوي. فين فين ده؟ يا نهار ابيض انا زي ما خدتش بالي. ويني استنى احنا نقفل الباب بس ايه نشوف الخريطه كده ونطمن على ايه فين المكتبه وكده. ما هو ممكن يفتح الباب برضه. اهي المكتبه هي تحت خالص. استنى احنا نخرج كده ونمشي في الطرقه ونفضل ماشيين. تمام. ايه ده هنمشي ازاي بس؟ معلش ايه هنخرج بره نفضل ماشيين الطرقه كده. طيب اهو نطلع ونفضل ماشيين. نطلع ونمشي ماشيين كده صح؟ ايوه ونلف. اوكي هنلف. يا رب ما يجيلناش. اوكي اوكي هنمشي كده. فين المكتبه؟ لسه قدام قوي. ما ينفعش بس. لا ما تلفيش. ماشي عشان ممكن هي دي المكتبه. في ايه؟ لا 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 بعيو والله ما كنت. خدتيني يا جماعه بجد بقى. خسرنا خلاص خسرنا. بس بقى بسبب الكراسين جاي. ما معلش عرفش. يا نهار ازرق يا لهوي. لا 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 يو منظر وحش قوي. لعبة عين. مش هنسى المناظر اللي انا شفتها دي ابدا. انا مش هصالك. يلا نروح نمشي. انا قلت لك استنوا. انا قلت لك مش هبي بيجيب اي لعبه كده وخلاص. انا قلت لماما اصلا هو مش لازم يبقى قاعد معايا. انا ما اعرفش ايه اللي ماما قالته ده. ممل قوي اقسم بالله ممل. ايه عيبك اللي احنا فيه؟ انا عمري ما طب ما انا زيكم. انا زيكم اما انام بقى هبقى احلى من معفنه. انا مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ودوس على التنبيه عشان كل فيديو احنا ننزله. بس كده باي.